الدور ديال الخليج في العمل هو غادي نسلطو به الضوء على واحد النوعيه ديال الناس اللي كاينين بصح في المجتمع ديالنا، ماشي المجتمع ديالنا المغربي، المجتمع ديالنا العربي بشكل عام. كاينين واحد الناس اللي كتلقاهم غير جالسين في القهوه، ما كيديروا حتى شي حاجه في حياتهم، جالسين في القهوه، وهادو بغينا شفناهم حنا من واحد الفيزيون ديالنا حنايا. العمل وسط الناس هادو راه واحد الشكل زوين جدا، لانه فيه واحد التوليفه، فيه واحد البوكي ديال الممثلين اللي رائع جدا، فيه الناس الرواد الاهرام ديال الكوميديا، فيه الجيل المتوسط وكاين فيه الشباب. هادي تنبغي نحيي عليها بعدا الناس اللي مكريين هاد السيت كوم هذا، كنبغي نقول لهم شكرا على هاد التوليفه هادي، لانهم داروا واحد المنتخب ديال الضحك اللي ما تقدرش تشوفهم في التلفازه وما تضحكش. المحطة ديال السيت كوم انا كنشوفها كانت بالنسبة لي طموح، كانت طموح لكاع لي كوميديان اللي كيدوروا في المغرب، كتلقى ضروري ما كيكون عنده الطموح هذا ديال انه يكون في السيت كوم ديال رمضان، لانه باش ندخلوا البهجة على الناس وكذا. فكنقول الحمد لله لانه تحققت لنا الطميحة هذه، الطميحة هذه تحققت الحمد لله. هي محطة اللي زوينة، محطة زوينة حتى في المسيرة ديالي كخالد زبيل، من بعد كوميديا، من بعد ليكيب ديال بومبا كوميك، من بعد واحد التجربة صغيرين، وجد دابا السيت كوم الحمد لله. نتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا اللي كيعرف المستوى ديالنا يشوفوا حتى في السيت كوم ان شاء الله. هي الموهبه ديال خالد زبيل هي الكوميديا، من نهار تعرفت تهرب بالكوميديا، وفي نفس الوقت هو ممثل، يعني راه يقدر يدير حتى الدراما، يقدر غير ما جاتش الفرصه. مي حنا دابا كما كنقولوا التخصص هو الكوميديا، فكنتعمقوا في الكوميديا، كان لان الكوميديا هو بحال قلتي شي دواء ديال لاغريب، فهمتي؟ زويون، فهمتي؟ خاصك ضروري تشربو باش ما يقيسكش البرد.